من اسفر فعلنا شي قبول نزل سمعت خفو غبره وهذا كان اصحابنا شي طاح شي دار ولا كان معولين حنا مدينه قديمه الدور على الساحور كينزلوا هذا كيقعوا كيموت كيواري فاذا هذا البوجي طاح لانه ما كانش ربما ان الشركه ديال البلي انا ما دارش لا سيكيورتي ديالهم ولا كانت الرياح قويه كانت عندهم هذه الايام كاين رياح وامطار خير هذا كانت برك العواصف العاصفه كتكون جايه وربما انه خاصة الشركه ديال البني الاخر خاصها دير السلامه الوقايه ديالها ديال الحوازج لانه على الاقل خاص يخو واحد 4 طوموبيلات ولا 5 وتنسيق مع المصالح المعنيه من قسم التعمير لمصالح العماله لمصالح المدينه لمقاطعه البيوت على الاقل خاص يبدا لا سيكيورتي حمايه المواطنين لان الشارع عنفر حيوي كتهز الطوموبيلات تهز السكينه ولا قدر الله كانت غتكون ارواح واحد السيده كانت غادي تزكرات منا لكن غيطع على ذاك البوجي رب قدر الله ما فعل لانها كانت غادي تطيح على ذاك البوجي تخلعات ردوا الوقايه المدنيه باش انه يديروا الاسعافات الاوليه قريب هذاك البوجي الراس غيكون فيه واحد شي طون راه ثقيل بزاف هاد واحد 100 كيلو ولا 90 كيلو راه الطوموبيل الاولى راه تبغشات كلها ما فيها ما تصلح والطوموبيل الثانيه شويه خفيفه يصلح اعطاب خفيفه ولكن الاولى راه مشات كامله ربما الشركه اللي خدات التوغيزاسيون هذا راه غادي يكون تعويضات ماديه الا كانت لاسير عنده لا عاد الا كان عنده لاسيرونس باش يعوضوا القطاع الخاص السياره ديالهم وكنتمنى السيد الوالي انه يزير المصالح المعنيه ديال التعمير هذا اللي كيعطيو التوغيزاسيون لي بي بي تابي تي انه اصحاب الشركات ديال البني انهم يزيروا معاه اللي كيتشارج خصوصا هذا الشيء ديال البوجي وهذا انا راه شاري اونف انا كتعرف الدار البيضاء راه غادي في التنميه وفي النمو وكنتمنى ان المنتخبين ولا رئيسه المقاطعه تدخل في هذا فائده به الا ما كاينش غياب مقاطعه المستشار ديال المقاطعه من غير الشرطه الاداريه والمصالح ديال العامه اونفا